في اجمل واحلى من انك انت توثق اسعد لحظاتك؟ معنا في الاستوديو نهى المحبوب، صاحبه مشروع سيفونير 3 دي بيبي. اهلا بك نهى. هلا والله. انا مره مبسوطه، بالذات الاشياء حقت البيبي، يعني فكرتها مره حلوه ولذيذه. بس انت متى بداتي مشروعك؟ من 5 سنوات تقريبا كنت اشتغل، يعني اجرب المواد، في مواد ضبطت في مواد لا، ف يعني بين العائله يعني. اي في البدايه بديتي عائليا اسريا. ايوه، فاجرب الاشياء لين خلاص عرفت التركيبات، عرفت الاشياء المكونات كيف اوزن يعني الماده نفسها كيف اوزنها يعني. تقريبا لي 12 شهر بديت اطلع على السوشيال ميديا ولقيت اقبال الحمد لله. حلو. طب نهى كلمينا اكثر عن مشروعك، ايش تسوي بالضبط؟ هي مجسمات ثلاثية الأبعاد يعني محسوسة. فكرت يعني أنها أفضل من الصور، تبقى كذكرى يعني للأبد، تحفة جميلة يعني. يعني هي مجسمات حقيقية، يعني هذه مثلا يد أحد وسويتي عليها الشمع، أو إيش بتسوي بالضبط يعني؟ كيف الطريقة حقتها؟ مادة زي الجبس يعني، هي زي الاسمنت. يعني هي نفسها حجر. فلما اشتغل عليها وانحتها تقريبا تاخذ 3 أسابيع يعني، وخلص تتشكل بهذا الشكل. بس هي اساسا تاخذ الشكل الاساسي اللي هو يدي مثلا. او يد، هنا بنشوف يد بيبي، يد طفل يعني. تدخل يد البيبي مثلا في المادة. اوكي طيب حلو. طب يعني قديش تاخذ وقت حتى تتشكل؟ يعني مثلا لو انا البيبي، عشان تعرف البيبي ما اقدر اتحكم فيه مده طويله، فما يدخل دخل ايده في هذه الماده قديش يحتاج وقت؟ ما ياخذ وقت كثير. تقريبا ثواني يعني، خمس ثواني او 10 ثواني بالكثير. طيب هذه الفكره اتوقع انها جديده عندنا في السعوديه، ما هي موجوده. كيف شفتي اقبال السعوديه عليها تحديدا، يعني انه يكون عندهم تذكار بهذا الشكل في المنزل؟ هذا اللي شدني في الموضوع، انه جديد وما نلقاه الا في الخارج يعني. فلقيت اقبال كبير جدا اول ما طلعت على السوشيال ميديا، كثير دعموني، كثير طلبوني من ناحيه المدارس، الامهات اللي لساتهم طالعين يعني مخلصين ولاده يحبوا هذه الاشياء يعني. فالحمد لله. تحديدا اول بيبي الام تكون مره مبسوطه فيه، في اي خطوه يعني يعملها تبي تسجله هي. طب انا ابغى اتكلم عنك انت نهى، خلي الاعمال على جنب، بس انت ايش خلفيتك الادميه؟ ايش بتشتغلي اللي خلاكي ممكن تتوجهي وتعملي مشروع بالغرابه دي؟ يعني في علاقه بين دراستك؟ في علاقه بين دراستك مثلا، دارسه فن، دارسه؟ لا اختلاف تماما يعني. انا دراستي دراسات اسلاميه، فهذه تعتبر هواية يعني من أيام الجامعة، وأنا أهوى هذا الشيء، جميع الأشياء اليدوية. فلقيت نفسي في هذا المشروع الحمد لله، يعني بدعت فيه، أظهرت موهبتي فيه الحمد لله. طيب أنت بتستخدمي طبعا السوشيال ميديا كمنصة أساسية ليكي في يعني الترويج أو التسويق لمنتجاتك، مين أكثر فئة بتستهدفي؟ يعني مين أكثر شيء بيقبل عليك أو بيعجبه هذا النوع من يستهوي هذا النوع من الفن وحابين أنهم يوثقوا هذه اللحظات السعيدة خلينا نقول مثلا؟ والله في اللي مقبلين على الزواج، في اللي لساتهم أطفالهم لسا يعني بداية من الولادة إلى يعني الى ما لا نهايه يعني، هم اطفالهم اكثر شيء. أيوة. وكمان حلو قلتي للمقبلين على الزواج، يعني مثلا مخطوبين 2 وهم يحطوا ايدينهم في بعض ممكن ولا صعبه؟ انا اسوي هذه الاشياء، بس حاليا انا ما استقبل الرجاجي، ممكن في المستقبل يعني اصير استقبل الزوج وزوجته يعني. مثلا هذه حابة توثق انه هي خطبت دبلة نفسها. اي هذه مع الدبلة مسويتها. او حلو كمان الستات الكبار في السن، جداتنا. او ان نوثق يدينهم او نسوي يدينهم زي كذا. غير اليدين يعني ممكن تسوي مثلا الوجه او انه اي مكان ثاني في الجسم؟ ممكن اي مكان ثاني في الجسم، بس انا ما احب ادخل مثلا الوجه ذوات ارواح. يعني مثلا قدم الطفل، قدم البيبي اكثر شيء يعني الناس يحبوه كمان. ايوه ممكن. طيب ايش الصعوبات اللي واجهتك يعني من لما بدات المشروع في يعني ايجاد المكونات الصحيحه الى ما انك مثلا طريقه النحت وابراز التفاصيل والبصمات وغيره؟ والله الوالده يعني ما قصرت الحمد لله، اختي الكبيره بعد كانت تساعدك انك تواجهي هذه الصعوبه. ايش كانت الصعوبات اللي اكثر واجهتيها؟ نفس المواد يعني، في مواد
متعبة جدا في التشكيل، خصوصا انها صعب التعامل معها بتاتا. فشوي شوي يعني خمس سنين مو شوي عشان القى اوكي. يعني بتلاقي المواد هنا بسهوله ولا بتجيبيها من برا؟ لا من برا. من برا. طب كيف انت دربتي نفسك على الموضوع؟ يعني هل اخذتي دورات في هذا الموضوع او انك انت بدات تمارسي هذا الفن والين ما وصلت لدرجه، خلينا نقول من درجه من الاحتراف؟ لا والله للامانه انا يعني شوي شوي الحمد لله. لا والحلو انك كل مره بتبتكري طريقه مختلفه انك يعني هذا شكلها جايبه توينز صح؟ أيوة. ولد وبنت؟ شوفي ايوه مره حلو ولد وبنت. طب نهى ختاما فين تشوفي نفسك كمان خمس سنين قدام؟ ان شاء الله يعني راح افتح لي محل ان شاء الله استقبل فيه، وان شاء الله اصير اروج لبرا يعني مو بس اكتفي بالرياض. يعني تخيلي ما يعني انا حديكي فكره مع حكايه السيفونير والاشياء دي كده، خلي كده مثلا يكون محلك كيف بس الاقتراح يكون كده خاص بالمواليد والاشياء حقت البيبي والسيفونيرز اللي ممكن الام توزعها للبيبي لما تكون في المستشفى وكده. اتذكرين انا تعمل المشروع ده. فكره كويسه. احنا طبعا نشكر وجودك اليوم يا نهى، ويعني رائع هذا الابداع اللي قاعد تشوفه، خصوصا انه احنا كثير ناس نحب الذكرى ونحب نحتفظ بذكرى تكون جميله ومختلفه موجوده عندنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. وانا مره سعيده انه انتم استضفتوني في هذا البرنامج. كل التوفيق. التوفيق. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي الفقرات.